العالم. 22 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا لنهائي أفريقيا. الفريق يدخل معسكرا مغلقا في برج العرب. كارتيرون للاعب الأهلي انسوا التاريخ قبل مواجهة الترجي. يوسف نهائي أفريقيا لن يحسم إلا بعد 180 دقيقة. الجهاز الفني يفرض السرية على تدريباته ببرج العرب. الترجي يصل برج العرب اليوم على متن طائرة خاصة. الإمارات تطلب تواجد محمد صلاح في مواجهة الفراعنة الودية.